تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس يوم أمس الأربعاء من توقيف 3 أشخاص، أحدهم موظف شرطة وآخر جندي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي والتغرير بسيدة متزوجة ومحاولة الاختطاف. وكان زوج الضحية قد تقدم بشكاية لدى مصالح ولاية أمن فاس يوم الثلاثاء المنصرم، يتهم فيها 3 أشخاص بتعريض زوجته لإيحاءات وإشارات تنطوي على تحرش جنسي، قبل أن يدخل معه في خلاف حاد تطور إلى تصفيد المشتكى بهم للزوجة وإركابها قسرا على متن سيارة خاصة ثم التخلي عنها بعيدا. هذا وأسفرت عملية البحث التي باشرتها الشرطة القضائية عن تشخيص هويات المشتبه فيهم الثلاثة وتوقيفهم على خلفية البحث، حيث اتضح أن أحدهم يعمل جنديا وهو الذي قام بعملية التصفيد مستعملا أصفاد الوظيفية لمرافقه الذي يعمل مقدم شرطة، بينما قام هذا الأخير الذي كان خارج نطاق عمله بارتكاب الإيحاءات الجنسية والمشاركة في عملية إركاب الزوجة قسرا في السيارة الخاصة. وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك في أفق تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.